اقتلعوا خيامهم من مخيم بعيد ونزحوا مجددا إلى مخيم آخر لينصبوا فيه خيامهم مرة ثانية. ضاقت عليهم الأرض حتى وصل بهم الحال إلى هذا المكان غير الصالح لحياة جيدة. حدث هذا في الآونة الأخيرة بعد أن توافد مئات النازحين إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة قادمين من مخيم عين عيسى. يعيش في مخيم تل أبيض ما يقارب 250 شخصا، من بينهم 160 طفلا تحت سن العاشرة، ويقدر النازحون 49 عائلة، منهم من يسكن في هذه الخيام التي نصبت في ساحة المدرسة وخلفها، ومنهم من يسكن في الصفوف المدرسية بعد تقسيمها بين العائلات لتكون مكانا آمنا لهم بعد رحلة نزوح مريرة. والله منعاني من نقص المواد، المحروقات، ما في عنا صوبات، ما في عنا، بتعرف وضع الخيام، أجا امبارح مطر وصار تحت الخيام وتنقعت الماد وما في ماد، ما في إغاثة. 40 خيمة نصبت في المدرسة دون مقومات للحياة ضمن معاناة إنسانية صعبة مع غياب للمنظمات باستثناء بعض المنظمات التركية التي قدمت للنازحين الإغاثة العاجلة. الأطفال هنا يلعبون، يساعدهم اللعب على نسيان صعوبة الأيام بين الخيام، بينما تعد لهم أمهم الطعام بما تيسر لها من معدات. حال ضيق تحت السماء الواسعة مع غياب للتدفئة واشتداد البرد وصعوبة الحصول على المحروقات أو المدافئ، حتى تلك التي تعمل على الخشب وبقايا الأشجار.